سنة 1897 صدرت لأول مرة رواية الرجل الخفي لكاتب الخيال العلمي العبقري هربرت جورج ويلز، اللي أصبحت بعدها واحدة من كلاسيكيات أدب الخيال العلمي وواحدة من أشهر الأعمال الروائية والخيالية في التاريخ تقريبا، ومعروفة لكل الناس على اختلاف أصولهم ومجتمعاتهم. المهم بقى أن الرواية دي كانت بتتكلم عن راجل طبيعي اتسببت غلطة في تجربة فيزيائية في أنها تغير التركيب الفيزيائي لخلايا جسمه نفسها وتحوله لشخص شفاف وخفي تماما ومحدش بيقدر يشوفه خالص. وبعدها الراجل الخفي ده تحول لمجرم وقتال قتلة بيستغل قدرته الخاصة دي في الجرائم اللي محدش بيقدر يمسك عليه ولا يثبت ان هو اللي عملها، لان محدش بيقدر يشوفه اصلا ولا حد يعرف انه موجود. ومع الوقت فكرة الرجل الخفي دي اثرت خيال المؤلفين والمخرجين، بل وكمان دخلت في الموروثات الشعبية للناس وبقت كلمة لابس طاقية لخفة بتعبر عن اي شخص بيظهر قدامك فجأة او يخضك. وحتى في الخيال الغربي اللي زي افلام هاري بوتر البطل كان في اوقات كتير بيكون معاه عباية سحرية بيلبسها على جسمه لما يعوز يبقى خفي علشان يتسلل جوه مكان معين او يهرب من حد. ولحد سنين طويلة جدا ناس كتير كانت بتحلم بانها تشوف تطبيق عملي وحقيقي زي ده في الواقع. وخلينا النهاردة اقولك ان الحلم ده اصبح واقع مش مجرد خيال، واننا بالفعل قدرنا نوصل لابتكار تكنولوجي قادر على اخفائنا تماما. طيب ازاي؟ هو ده بقى موضوعنا في حلقة النهاردة، وخليني بقى احكي لك القصة من اولها. بس قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده هيوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الموضوع كله بدأ في الاول مع ابحاث بتقوم بها شركة ابحاث تكنولوجية كندية اسمها الهايبر ستيلث بايو تكنولوجي كورب، واللي تم انشائها في شهر مارس من سنة 1999. ومن لحظة انشائها وهي بتشتغل على تقنيات التمويه العسكري المتطور مع دول وبلاد كتير جدا، وقدرت تبتكر لهم ازياء عسكرية ومواد واقمشة وانسجة يقدر الجنود يلبسوها علشان يبقوا متخفيين مع الطبيعة في المناطق الصحراوية او الصخرية او الغابات مثلا. ومش بس كده، دول كمان من فترة اخترعوا عسكري ذكي عنده قدرات التخفي بتاعت الحرباية، يعني يقدر يعمل كاموفلاج بشكل تلقائي حسب الطبيعة اللي الجندي موجود فيها. يعني لو في صحراء بيقلب لون الرمل ويبقى في نمط او باترن معين بيختلف عن النمط التاني اللي بيظهر لو الجندي ده في غابة مثلا، وهكذا. المهم بقى ان الشركة دي تعتبر واحدة من اكبر واشهر الشركات اللي بتشتغل على التقنيات دي في العالم كله. ويكفي ان اقولك ان الدول اللي الشركة دي اشتغلت معها عسكريا منها امريكا والهند والاردن والجيش الافغانستاني بمباركة من امريكا وسلوفاكيا وتشيلي وغيرهم كتير جدا. ده غير كمان انهم اشتغلوا مع اليو ان او الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، والعلامة التجارية بتاعتهم مسجلة جوه برنامج الناتو الخاص اللي اسمه الامن من خلال العلوم. ده غير كمان ان حسب اخر احصائية فملابس اكتر من 6 مليون جندي واكتر من 3000 عربية مصفحة ومركبة مدرعة في جيوش دول العالم بتستعمل تكنولوجيا الهايبر ستيلث كورب. فعايزك بقى تتخيل انت حجم الشركة دي واصلة لفين ومدى تأثيرها العالمي. وعموما الموقع الرسمي بتاعهم هتلاقيه في المصادر تحت في الديسكريبشن، تقدر تطلع عليه بنفسك وتشوف. المهم بقى اني بحكي لك كل ده عن الشركة دي علشان بعد كده لما اقولك انهم وصلوا من قريب لابتكار هيقدر يقلب كل الموازين لازم تعرف ان الموضوع جد ومش هزار. ده صديق الناس دي ابتكر طاقية لخفة بجد ومن غير مبالغة ولا تهويل. طيب ازاي بقى عمدة ده حصل؟ انا مش عايزك تسبق الاحداث، انا هشرح لك كل حاجة. العلماء والباحثين اللي شغالين على التقنيات اللي بتبتكرها الشركة دي قدروا باستعمال تقنية معينة قايمة على فيزياء الكم والتكنولوجيا الكمية وكمان تكنولوجيا صناعات النانو او النانو تكنولوجي، انهم يبتكروا مادة بتتكون من طبقات متعددة ورفيعة جدا بشكل متناهي الجودة والقوة والخفة مع بعض. وخد الابهار بقى، المادة دي من ضمن خصائصها انها بتقدر تحني الضوء نفسه اللي بيمر من خلالها وتعكس الخلفية اللي وراها وتخليها ظاهرة على سطحها الخارجي، وفي نفس الوقت تخفي الشخص او الجسم اللي موجود وراها تماما كأنه مش موجود اصلا. والطريقة اللي بتعمل بيها ده مبهرة فعلا. الطريقة الصديقة بتعتمد على عدد من الشرائح المصنوعة من مادة شفافة تصميمها اقرب للعدسات المحدبة اللي بتكون منحنية للخارج. ومن خلال تصميم الشرائح دي ووضعهم على بعض بطريقة معينة بتقدر تكسر الضوء وتخليها انحرف بزوايا مختلفة وكتيرة جدا، ومن خلال ده بتقدر تعمل حاجة اسمها الديد سبوتس او البقع الميتة. والبقع دي بتبقى عبارة عن مناطق ما بيبقاش الضوء قادر يمر منها بشكل طبيعي وبينحرف عن زاويته الطبيعية
علشان يخفي الجسم الموجود ورا المادة تماما، وفي نفس الوقت تفضل الخلفية اللي ورا الجسم اللي تم إخفائه ده موجودة زي ما هي بدون أي تغيير، بالظبط بنفس الطريقة مثلا اللي بيبان فيها المعالق مكسورة وهي محطوطة جوه كوباية مية. يعني علشان تبقى متخيل معايا، تخيل كده ان انت لو عندك ستارة من المادة دي ومعلقها في وسط الصالة، فانت لو جيت وقفت وراها مش هتبان اصلا، وهيبان اللي وراك بس، التلفزيون والسفرة وهكذا، لكن انت نفسك او اي جسم انت حاطه قريب من الستارة هيبقى مختفي تماما. والسبب في ده هو التقنية اللي عملوها دي، واللي بتقدر تحني الضوء نفسه وتكسره وتخليها تجاهل الاجسام اللي موجودة ورا المادة بمسافة معينة ويعكس الخلفيات اللي وراها. وطبعا المادة دي ممكن نتحكم في المدى بتاعها او مجال الاخفاء اللي احنا عايزينه بحيث يكون صغير وقريب او بعيد. ده غير كمان اننا نقدر نتحكم فيه ونخليه يعكس الحاجة اللي احنا عايزينها في مكانها الصحيح، او حتى يعكس مكان مختلف تماما ليها ويعمل تمويه على موقعها الاصلي. يعني مثلا لو انت كنت جندي ومعاك سلاح وواقف وبتضرب نار على جندي تاني مختفي ورا ستارة من المادة دي، فانت اصلا مش هتبقى شايف موقعه ولا عارف انت بتضرب فين. كل اللي هيكون باين قدامك هو بقعة فاضية تماما ما فيهاش اي حد. وممكن كمان من خلال تحكمنا في المادة دي نبين لك ان الجندي ده على اليمين وهو اصلا على شمالك، وممكن نبين لك انه ضخم وهو صغير او العكس. ومش بس كده، ده حسب كلام الرئيس التنفيذي للشركة جاي كريمر، فالمادة دي كمان بجانب انها بتخفي الاجسام اللي وراها تماما عن مجال الرؤية العادية، فهي كمان بتخفيهم عن اي اجهزة رؤية او كاميرات او مستشعرات بتشتغل بالاشعة تحت الحمراء او فوق البنفسجية. يعني الموضوع مش مجرد انك مش بتشوف اللي وراها بشكل كامل، بل كمان ده انت مش هتقدر ترصده حتى لو معاك كاميرا حرارية. وفوق كل ده، فالمادة دي مش محتاجة لوقت معين في اليوم علشان تشتغل فيه، ومش محتاجة لنهار او ليل، بل هي بتشتغل بكفاءة تحت اي ظروف، وحتى في الاجواء العادية او المطر او الضباب. يعني مفيش اي ظروف بيئية او مناخية بتأثر على كفاءتها اطلاقا. والمبهر بقى في الموضوع ده انه مش مجرد كلام ولا خيال بيظهر لنا في الافلام بس، بل هو تكنولوجيا حقيقية تم ابتكارها بالفعل، وتم تزويد بعض الجيوش بيها فعلا، وبيتم استعمالها دلوقتي في بعض التطبيقات العسكرية في نفس اللحظة اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده. وكمان في بعض التطبيقات الجديدة اللي تم اكتشافها للمادة دي هتخليها تقدر تضاعف انتاج خلايا الطاقة الشمسية اكتر من 3 مرات كاملين، وتوصل كفائتها لـ3 اضعاف. ولو انت مش مصدق كل الكلام ده، هتلاقي برضه في الديسكريبشن تحت الفيديو سايب لك فيديو رسمي بيظهر فيه المادة دي وتطبيقاتها، وتقدر تشوفه بنفسك. والفكرة بقى ان مع بداية استخدام المادة دي بشكل واسع وتطبيقاتها في المعدات والتقنيات العسكرية وتخطيط الجيوش، هيخلي شكل الحروب والاستراتيجيات العسكرية يتغير تماما في السنين اللي جاية، بدون حتى ما حد يبقى عنده فرصة انه ياخد باله او يبقى متابع التغيير ده، لانه مش بيتم الاعلان عنه ومش بيحصل قدام العامة طبعا، والا هينقض الطبيعة السرية اللي بتعتمد عليها اصلا التقنية دي. تخيل انت ان ممكن في المستقبل تلاقي جيوش بتخش حروب ضد جيوش تانية هي مش شايفاها اصلا. وتخيل ان يوما ما ممكن تبدا احتلال دولة بعربيات مسفحة ودبابات وطيارات غير مرئية اصلا. تفتكر انت هتقدر تحارب عدو انت مش شايفه ولا عارف ترصده ازاي؟ الحقيقة ان التطور التكنولوجي كل يوم بيوصل بينا لمنحنى مبهر ملوش حدود ولا سقف. ابتكار زي ده مثلا لو كان تم من 10 سنين بس، كانت الناس هتنبهر بيه بشكل غير معقول، وكانوا هيعتبروه سحر. لكن دلوقتي العلم تخطى حدود السحر بمعنى الكلمة، وفي كل لحظة بيظهر فيه حاجة مبهرة اكتر، لدرجة اننا فقدنا القدرة على الانبهار، وبقينا فاكرين ان كل ده بقى عادي خلاص. بس الموضوع فعلا مش عادي ومش طبيعي ولا تقليدي، والعلم اللي بيوصله الانسان في كل يوم بيغير شكل الحياة على سطح الكوكب من نواحي كتير ملهاش حصر. بس تفتكر هل التغييرات دي دايما هتكون للأحسن، ولا ممكن توصل لمرحلة يبقى ضررها أكتر من نفعها؟ هو ده السؤال، والإجابة كالعادة هسيبها لخيالك أنت. هستنى أعرف رأيك في موضوع الحلقة في التعليقات، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناة غموض بلا حدود اللي بقدم فيها محتوى شيق ومختلف. هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.